سارة اليوم عم نطلع فيك عم نشوفك ما شاء الله حولك زي جمالك، وهذا الامر ما بيتطابق مع الهجوم يلي تعرضتي له، كلهم صار يقولوا كلك عمليات تجميل ويشبهوك لغيرك، اليوم عم نحسك انه بعدك محافظة على طبيعتك. شو بدنا نعمل؟ الناس بتحكي ما بسمع للناس. قد ايه زعجك الحملة اللي شنوها على السوشيال ميديا؟ صار يقولوا انه سارة اليوم صار كلها تجميل، خسرت الطبيعية تبعها. ما بيزعجوني، بلاقيها سخافة صراحة، يعني ما عندهم شيء يتسلوا فيه، وحرام، يمكن هن عندهم عقد نفسية أو مشاكل عم يحكوا بهالطريقة. ما بعرف، يتصالحوا مع نفسهم شوي، يفكروا بنفسهم حاجة، يفكروا بغير ناس. هل انت خضعتي لاي عمليه تجميليه او بتطمنيهم بتقولي لهم ما عملت شيء بعد؟ جمال طبيعي قال ايه اي ووك اب لايك ذس. لا اكيد، يعني عامله شويه فيلرز يعني، بس انه عمليه تجميل بليز فيك تعطيني شو يعني عمليه تجميل؟ مش عمليه تجميل للشخص اللي بيتبنج مثلا من فوق لتحت وبغير كذا شيء بوجهه. هلا من صرنا نسمي البوتوكس والفيلرز عمليات تجميل، ما اسمهم عمليات تجميل، اسمهم بروسيجر صغيره، اسمهم ابره صغيره. اللي عنده مشكله ما يعملها، لا يعني ما يعملها بنفسه، بس ما حدا له حق ينتقد شخص ثاني لانه حابب يعملهم. انت غيرتي باللوك تبعك، هل هذا الامر خليك تندمي لانه صاروا يشبهوك بنادين الجيم عم يعني اليوم عم بتجربي تتمثلي فيها؟ وحتى شفناكي في فتره اعتمدت قصه الكاريه الشعر المش كثير طويل. أنا قصيت شعري من 5 سنين كاري قصير، من 5 سنين. كيف هيدا الشيء بس حدا يفسر لي، ما بعرف يعني كيف غيرت لوكي، بعدني زيتني.